جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم اقتناء طيور الزينة مع العلم أنها قد تكون وسيلة جيدة لإلهاء الأطفال وإسكاتهم؟ إذا كان يقصد بالطيور الطيور الحية فإن اقتناءها لا بأس به مع القيام وتأمين ما تحتاج إليه من مأكلها ومشربها وتهيئة المكان المناسب لها وألا تؤذى وتضايق. فإذا قام بهذه الأمور ولم يحصل على الطيور شيء من الضرر فلا بأس بذلك. أما إذا اقتنى الطيور وأساء إليها في معيشتها أو في شرابها أو في مكان لا يناسبها فإن هذا لا يجوز، لأنها ذوات أرواح وتتألم كما يتألم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإحسان إلى البهائم وأن يؤمن لها ما تحتاجه، وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة، قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إنها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك حبس الطيور وغيرها من البهائم لا بد من تأمين ما يحتاجه، ولا بد من إراحته في مقره وعدم الإساءة إليه، لأن له حرمة ولأنه ذو روح يتألم كما يتألم الإنسان. أما إذا كانت تقصد بالطيور صور الطيور أو الطيور المحنطة فهذا أمر لا يجوز، لأنها إن كانت صورا فلا يجوز اقتناء الصور في البيوت. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما رأى قراما لعائشة رضي الله عنها قد سترت به سهوة، يعني فتحة في الجدار وفيه تصاوير، تغيظ عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل ذلك المحل حتى هتكت هذه الصور وأزيلت. وإن كانت طيورا محنطة فإنها لا تجوز أيضا، لأنها جيف نجسة لا يجوز الاحتفاظ بها وهي جيف نجسة. نعم.